اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض اسهل واحلى واطعم مكرونة ممكن تعملوها، يعني حاجة كده سهلة وسريعة جدا جدا، طعم وريحة ما اقدرش اقول لكم حلوة قد ايه. هنعمل مكرونة من غير سلق. ايوه من غير سلق، ما فيهاش اي مشكلة وطعمها حلو جدا جدا جدا، وهقول لك كل التكات اللي تخليكي تظبطيها. كمان هنعملها مكرونة بالخضار من غير اي لحوم من غير اي حاجة. شايفين شكلها وطعمها؟ صدقوني تحفة تحفة تحفة. هنعملها بالخضار بس ما فيهاش لحوم، موفرة جدا وسريعة جدا. تقدري بقى لو المكرونة الصلصة بتعقدك او لونها ما بيعجبكيش، صدقيني الطريقة دي هتطلع معاكي تحفة. يلا بينا نشوف الطريقة ونقول بسم الله، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك كمان للفيديو. يلا بينا. احنا عندنا مكرونة اي نوع؟ يفضل نوع يكون كويس ما بينشيش، يعني مش بينزل نشا كتير. وعندي كمان فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل شرايح وزيتون اسود واخضر، وكمان طماطم، وعندي معلقتين كبار زيت ومرق الدجاج وفلفل وبهارات وبابريكا ومعلقتين كبار من الصلصة. كل الحاجات دي واحنا شغالين هنقولها تاني ما تقلقيش. اول حاجة هنجيب بقى الحلة او الطاسة الكبيرة، بس تكون واسعة لان كله هنعمله كله في حلة واحدة، حلة كبيرة، ونزل بمعلقتين كبار من الزيت، وكمان هننزل بقى بشرايح البصل. احنا مش هنحمر البصل ولا حاجة، احنا بس بنشوح كل حاجة بحيث ان الحاجة يبقى طعمها حلو جوه المكرونة. هتشوحي كده البصل شوية، وبعد كده هتنزلي بقى بالفلفل الألوان، أصفر وأحمر وأخضر. لو مش عندك مفيش أي مشكلة، خدي بالك الإضافات اللي أنا حطيتها دي كلها اختيارية، يعني بتحبيش البصل مش مشكلة، بتحبي التوم حطيه، بتحبي الفلفل مفيش مشكلة. قطعت كمان الطماطم كده نصين، دي طماطم صغيرة ممكن تستخدمي الشيري أو تستخدمي الطماطم العادية، بس تقطعيها مكعبات صغيرة. ونزلت بقى بكمان الزيتون الاخضر والاسود، الحلقات المخلي، صدقوني حلوه جدا جدا. وبعد كده هننزل بقى مرق الدجاج، مرقه بتدي طعم حلو، وبهارات مشكله وبابريكا وفلفل اسود، بس كده مش هنحتاج اكتر من كده. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، ومهم قوي تحطي المرقه في الخطوه دي علشان المرقه كده تدوب وتتشوح مع الخضار وتدي طعم حلو. هننزل بقى بمعلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، ولو عايزه تزودي كمان معلقه مفيش مشكله. لو الصلصه بتاعتك بتصلص كويس هيبقى معلقتين كبار مناسبين قوي. وهننزل بقى بمعلقه صغيره خالص من السكر، علشان احنا حطينا صلصه السكر بيعدل الحموضه وبيخلي كده وانت بتاكليها ما تحسيش بالحموضه بتاعه الصلصه. خلاص قلبنا وشوحنا كله مع بعض، وهننزل بقى بالمكرونه من الكيس على طول. زي ما قلت لكم لازم المكرونه تكون نوع كويس، نوع حلو قوي، تكوني مجرباه، ما بياخدش وقت في السوى، وكمان ما بينزلش نشا كتير، علشان بس ما تعجنش معاكي في الطريقه دي. الطريقه دي محتاجه نوع مكرونه كويس، وفي انواع مكرونه كويسه جدا واسعارها مناسبه، يعني ما تقلقيش. من الكيس على طول وقلبيهم كله مع بعضه. وهنبدا ننزل بقى بميه مغليه، يفضل يعني تكون ميه مغليه، حتى لو حطيتي ميه مش مغليه يبقى هتزودي كميه الميه شويه. الميه المغليه اكنك كده بتعملي رز، هتغطي المكرونه شويه، يعني زي ما بتعملي الرز الميه بتغطي الرز كده بعقله صباع كده فوق الرز، نفس الكلام مع المكرونه. وهتظبطي بقى الملح وتدوقي، وتسيبيها كده على نار عاليه عادي، هتغلي بقى غلوتين ثلاثه وتفضلي تقلبي فيها. اهم حاجه في المكرونه ديت ان هي ما بتاخدش وقت، وبرده وهي شغاله على النار لازم تفضلي تقلبي فيها. خلاص انا كده غطيت الميه كويس، هغطيها لحد ما تغلي زي ما انتوا شايفين. هسيبها تغلي وتشرب الميه شويه، لو حسيت ان هي شربت الميه خالص مفيش مشكله زودي لها ميه مغليه، احنا عايزين تبقى كده جوسي والميه تبقى لسه فيها. شايفين دي كده اخر خطوه، هي كده غليت واستوت، يعني هي خلاص قربت على السوى، يعني استوت كده حوالي 3 ارباع سوى، وهي لسه فيها شويه ميه. لازم لما توصل ل 3 ارباع السوى يكون فيها شويه ميه زي ما انتوا شايفين كده، لو مفيش زودي عشان تظبط لك القوام. انا هنا بقى في الخطوه دي بطفي النار خالص وبغطيها وبسيبها بس يعني دقيقتين كده، هي بقى بتشرب حبه ميه شويه وبتكمل سوى والقوام بتاعها بيتظبط. لو ما لقيتيش قبل ما تستوي زي ما قلت لك فيها شويه الميه دول، زودي لها يعني ربع كوبايه ميه مغليه
ولو عايزة كمان تدوبي فيها معلقة صلصة لو حسيتي ان لونها ما بقاش كويس ممكن تزودي. خلاص كده شايفين، بعد ما غطيتها رفعت الغطا، شربت بقى شوية من المية، القوام ظبط، بقت جوسي ولونها حلو وطعمها جميل جدا جدا. ما اقدرش اوصف لكم قد ايه هي حلوة، لازم تجربوها وتقولولي. اسرع مكرونة ممكن تعمليها، بتاخدش وقت خالص خالص والله، وطعمها حلو جدا جدا جدا، وكل اللي هيدوقها هيشكرك، ومش هتعملي المكرونة بعد كده الا بالطريقة دي. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وشيروه واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. انا بحبكم وان شاء الله قناتنا بيكم هتكبر. جربوا المكرونة ديت، وزي ما قلت لكم لو اتبعتي كل اللي قلتهولك بجد مش هتعملي المكرونة اللي بالصلصة.